مستنجد ولسه ما خلصتش. في حد عندك ولا ايه؟ اه افتح بقى افتح. سلام عليكم، عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ حشتونا جدا جدا، وحشتونا جدا جدا. النهاردة يوم مميز جدا جدا. يا رب انا عاملة مفاجأة النهاردة، بس يا رب الفيديو يعجبكم الاول. النهاردة هيتجوز انا وحسان. مش عارفة اقول لكم الصراحة، مبسوطة جدا ان نفسي اعمل مفاجأة لحسان بأي شكل الصراحة. هو يوم اتجوزنا كمان يومين، بس انا حابة ايه اعملها له النهاردة مفاجأة، عشان كمان يومين هيكون اجازته، ومش عارف اعمل له مفاجآت ولا عارف اعمل له اي حاجة. فيا رب الفيديو يعجبكم، يا رب المفاجأة كمان تعجب حسان. ولو عجبكم الفيديو متنسوش بقى تحطوا ايه، تشتركوا في القناة، قولوا لهم يا لولو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك وتحطوا لايك. استنونا بقى، انا جبت الصراحه كل حاجه زينه وكل حاجه، ولسه هنعلقها انا ولولو دلوقتي. لولو هتساعدني، فتابعوني بقى وشوفوا هنعمل ايه. يلا باي. اهلين، على بقى الزينه. خيالنا عايشين فيه، في الحاجات لما تسيب.
خلص بقى بسرعة عشان حسان زمانه جاي، وبعد كده اصور لكم بقى اللي انا عملته. استنوني بقى. يلا حسان جه ولسه ما خلصتش. يا جميلة والله. ايه ده؟ انت جيت بدري بقى. جه بدري؟ يلا ما خلصتش التلزينة لسه. ده والله حلو. والله ايه ده؟ حلو. طلعت مشعلبة. اتشقلبت؟ كبت اس؟ ايه ده؟ يا جميلة والله. كل مرة على الحوار ده. وصلنا. انت طيب؟ انت طيب. الجواز ده والله انا فاكره مش ناسيه والله، كنت حامله بس هي اللي سبقت بدري. لا انا اللي حبيت اعرفك، بس هو جه بدري وحرق لي المفاجأة. بدري ايه؟ ما جاف معادي والله. جه جدا. يلا بقى. يلا. وصلنا طيب. 5 سنين حبقى. 5 سنين جواز. هابي بيرثدي. مفيش نجيب بقى. يلا. مش رايح الجيم ليه؟ لا هنحتفل مش هتروح جيم. لسه غير هدوم لسه كمل تعليق زينة. جديدة. مفيش نزول محبوس. والله العظيم حرام. يلا. استنى بقى لما اخلص. وأخيراً جه اليوم أبقى معاك. شوف كام سنة بستناك، ولا مرة تعبت وقلت ده حب خيال. اتفرج بقى هعمل لك إيه، أنا قلبي حافظت عليك. أوصف لك إيه مش لاقي كلام يتقال. وأخيراً جه اليوم أبقى معاك. شوف كام سنة بستناك، ولا مرة تعبت حب خيال. اتفرج بقى هعمل لك ايه، انا قلبي حافظت عليه. اوصف لك ايه مش لاقي كلام يتقال. احب حب عمر لحد ما احسيه، هتحكي الناس عليه هيقولوا شوفوا حبوا بعض قد ايه. احب حب عمر لحد ما احسيه، هتحكي الناس عليه ما
السلام عليكم. والله بصوا انا كنت عارف والله تاريخ الجواز وكنا كنت هعمل مفاجأة. هو مش النهارده اصلا، وهو اصلا هو يوم 18 18 12، بس هي زي ما تقولي بقى حبت تسبق وتاخد اللي هي السوكسي كله، تاخد الحركه. فطبعا دي حاجه حلوه منها بجد، مش عارفه والله ايه. وطبعا بقول لك قدام الناس كلها انا فعلا بحبك بطريقه انت والله ما تتخيليها، انت وبناتي وبيتي وحياتي كلها، والدتي ووالدتك، يعني انتوا اغلى ناس عندي في حياتي، وانت بجد يعني زوجه الواحد اي حد يتمناها في الدنيا. والحمد لله ربنا كرمني بيكي، والنهارده دي السنه الخامسه، ومن اجمل 5 سنين في حياتنا شفناها. كان فيها مرار وكان فيها خنقه وفيها مشاكل، بس مش مشاكل معانا وهي، يعني ظروف حياتيه مرت بينا، والحمد لله ربنا عداها. من ساعه ما بنت الاولانيه توفت او بنت ليا، وبعد كده ربنا عوضني بقى كده بليلى وريتال. طبعا ريتال نايمه وليلى طبعا. بص ليلى بتعمل ايه، بص ليلى بتعمل ايه، هتتضايق. شفتوا بتعمل ايه؟ مش انا نمسك نفسها، فاهماني؟ فطبعا دي حاجه كبيره قوي منها بجد والله، يعني تشكر زوجتي. بس المفاجاه تكون عجبتك. لا والله جميله والله، والله جميل. انا ذات نفسي ما توقعتش والله، يعني انا جاي من بره قلت باخد الشنطه وهنزل الجيم ومش عارف ايه وكده، والنهارده اخر يوم ليا في الاسبوع، يعني في اجازتي، اعتبر بكره اجازتي، فقلت باخد النهارده اليوم بقى ايه اتمرن، واجهز بقى ومش عارف ايه والقصص ديت، ودقني بقى قلت اخف الدقن ديت وبتاع، لكن هي بقى ايه سبقت وخدت الخطوه بجد والله. مش عارف اقول لك ان انا ايه، يعني بموت فيكي وبحبك، ويا رب دايما نفضل على طول عمرنا كده، ويا رب نفرح ببناتنا ونشوف ان رب دايما احسن حاجه في الدنيا هي ام الصخنانه دي ليلى. اليوم بحبكم، بحبكم قوي قوي. فيا رب يكون يعني الفيديو يكون عجبكم. انا ما اعرفش والله العظيم، والله ما مرتب معاش، بس في ناس كتير بتساعد بتقول كلام، انا والله ما اعرفش اي حاجه. هتقول لي من قبل حتى ما اخلص؟ وسبحان الله النهارده الطريق سالك وبقول ما اروحش البيت، كنت عايز اروح مشوار، قلت لا يعني هروح البيت اغير بقى واخد الجيم ومش عارف ايه، واجي بالليل بقى اقعد شويه على اظبط الدنيا. اتاريها هي مجهزه كل حاجه، شغل خباسه انك هيدهن عظيم. بس حلوه، مفاجاه جميله والله، مفاجاه جميله، ربنا يخليك ليا، وان شاء الله انا هعمل لها مفاجاه يعني. هي هدفع فيها فلوس بس يلا مش مهم. خليكم معانا بقى تابعوا الحلقه، وان شاء الله يكون ايه فيديو جميل النهارده، وان شاء الله استنونا بقى فيديو بتاع الفرح، وفي حاجات جميله جدا هعمل لكم طبعا ملخص، عشان الملخص هو كبير شويه، فهعمل لكم ملخص الفرح حاجه تحفه، خصوصا الفقرات الاستعراضيه بعد الفيديو ده ان شاء الله. خليكم معانا، ورب يكون فيديو النهارده يعجبكم. خليكم معانا، يلا بينا. يلا فتحها بقى. بمناسبة 5 سنين، بسم الله. متسيبهاش في ايدي، اشتغل لك هو في اللعبة يا سيدي. هو كل مرة يا رب متطلعش بايظة. راحة عليه بابا، بسم الله. اشتغل لك خمس سنين. طبعا النهارده يعني طبعا دي هديه بتاعت زوجتي، وطبعا مش عارف طبعا مكمرها من البيت، ومقلباني بقى مش عارف المحفظه بتتاخد بتعمل فيها ايه، والله اعلم. طبعا انا مهم حصل يعني، فاهماني؟ بس طبعا انا بقول لها ايه، يعني ربنا يخليكي ليا، ويخلي عايزه تاكلي، ويخلي اجمل حاجه في حياتنا دي هي واختها، اختها اختها نايمه ان شاء الله. ايه مش هنهدي الجاتو، يلا امشي يلا امشي. فسنة حلوة ان شاء الله، يا رب تكون سنة جميلة، ويا رب كل زوجين برضو اي حد كده يعني عنده مشاكل في بيته، يا رب يكون يحل المشكلة. ايه ده؟ هدية. لا جميلة والله، جميلة قوي والله، مش عارف اقول لك ايه. لا حلوة والله، جميلة قوي. انها عاملة زي اليوتيوب. اليوتيوب والله يعني. عاملة زي اليوتيوب، بصوا علامة اليوتيوب والله جميلة، وهدية حلوة ان شاء الله. هي بقى يوم 18 ده بقى انا هعمل لها ان شاء الله مفاجأة حلوة،
واجيب لها هديه، بس مش هكلف بقى فلوس عشان فلوس كتيره بقى، وانت رايح عالم بخيله شويه، فحرام يعني، حرام كل ده يروح بالبيت. يا رب يكون يوم جميل، يا رب الفيديو عجبكم يا رب، وان شاء الله كده يا رب كده دايما يكون ايه فيها خير. نجيب بس الكلمه المطهره انت مع بعضينا في الذكرى الخامسه من الذواج، خليكم معانا. جوهره سكر يلا قطع، ايوه في ايدك بقى، نفس يوم الفرح بالظبط، كان نفس القصه كده. شوفوا ان شاء الله فيديو، يلا يا ليلى احنا الثلاثه كده، يلا بسم الله. التورتة التانية كانت معانا مين؟ ليلى. قول لهم كل سنة وبابا وماما طيبين. كل سنة بابا طيبين وماما طيبين. وتيتا طيبة. وتيتا طيبة. وتيتا اللي فوق طيبة، تيتا رفعة طيبة. تيتا رفعة طيبة. وتوتا أختي طيبة. أختي طيبة. وأنا طيبة. وأنا طيبة. والناس كلها يا رب يكونوا بخير. الناس كلها يكونوا بخير. الناس كلها يكونوا بخير. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، وهي بجد حاجه يعني جميله قوي منها ان هي افتكرتنا وهي حافظه اليوم، وانا والله ما بنساش اليوم ده، لدرجه ان انا عامل باسورد التليفون بتاريخ يوم جوازنا 18/12. هي طبعا عايزه تمسك نفسها. عايزه تتجنن، عايزه تاكل، عايزه تقلش. أرقش بلاش دعوة بأي علاقات دي، أهم حاجة تعدي بتاكل على إيه وبتنشر على الشوكولاتة. إن شاء الله بقى إيه الشهر الجاي عيد ميلاد مين؟ يلا بينا، وإن شاء الله يكون إيه فيديو جميل وعجبكم، وإن شاء الله كده عقبال فيديوهات كتيرة كده يكون فيها حاجات حلوة ويصلح أمور كل الناس اللي حوالينا يا رب. وبينا شرفتونا ونورتونا، ما تنسوش طبعا اهم حاجه ايه؟ حطوا لايك واشتراك. هي مش معانا اصلا. مش معانا. هنحط ايه بقى؟ بصوا هي مش معانا بالشكل ده. لايك وشير واشتراك. قولوا باي. يلا سلام.